مرحبا اهلا وسهلا بكم. Welcome again to our practice speaking Arabic with me, Dr. Imran Hamza Alawiye. This is the third lesson of this series. Let's do a bit of a revision of the first two lessons first, shall we? I hope you'll be able to follow my Arabic. Please try. Let's start. Ya marhaban. يا مرحبا. مرحبا بالحبيب. مرحبا بالحبيبة. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم جميعا. عاش من شافك. عاش من شافك. تسلم. تعيش. 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 كيف صحة؟ كيف صحة؟ أن كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف الأمور معك؟ كيف الأمور معك؟ كيف الأمور معك؟ هل كل شيء على ما يرام؟ هل كل شيء على ما يرام؟ هل كل شيء على ما يرام؟ نعم الحمد لله كل شيء على ما يرام. وكيف الأسرة الكريمة؟ كيف الأسرة الكريمة؟ كيف الأسرة الكريمة؟ هل كلهم بخير؟ هل كلهم بخير؟ نعم كلهم بخير. كلهم بخير ويسلمون عليكم ويسلمون عليك. افتقدناك افتقدناك. نحن مشتاقون نحن مشتاقون نحن مشتاقون. وأنا كذلك وأنا كذلك. أين كنت أين كنت أين كنت أين كنت؟ افتقدناك. فقط كنت مشغولا فقط كنت مشغولة فقط كنت مشغولا فقد كنت مشغولة. أنا جدا جدا مسرور لرؤيتك. أنا جدا جدا مسرور لرؤيتك. وأنا جدا جدا مسرورة لرؤيتك. عاش من شافك. عاش من شافك. تعيش. تسلم. 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 يا if you are unable to follow that, please go and revise lesson 1 and lesson 2. You will be fine. As for today, we're just going to add a little bit more. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. يا صباح النور. That just means good morning. Good morning. صباح الخير. صباح النور. And if you want to make it a little bit more with spice, add to it. يا صباح الورد. صباح الورد والياسمين. صباح الورد والياسمين. That's referring to rosy morning and jasmine morning. That's nice. صباح الورد. صباح الورد والياسمين. يا مرحبا. يا صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبتي. Good morning my love. Good morning my sweetheart. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا حبيبي ويا حبيبتي. يا حبيب صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. May God bless your morning with goodness. صبحكم الله بالخير. You can add بالخير والنور وسعادة. May God bless your morning with goodness. That's بالخير والنور with light وسعادة and happiness. صبحكم الله صبحكم الله صبحكم الله بالخير والنور والسعادة. صبحكم الله صبحكم الله بالخير والنور والسعادة. كيف أصبحت اليوم؟ كيف أصبحت اليوم؟ كيف أصبحت اليوم؟ How did you wake up this morning? Moody or happy? How are you this morning? كيف أصبحت اليوم؟ كيف أصبحت اليوم؟ أتمنى لك يوما جميلا. أتمنى لك ولك يوما جميلا. أتمنى لك يوما جميلا. I wish you a nice day. طابت أوقاتكم. طابت أوقاتكم. May your day be sweet and nice and enjoyable. All that. طابت أوقاتكم. Have a good day. Have a nice day. أتمنى لك يوما جميلا. ولا تنسى أن تبتسم اليوم.
لا تنسى أن تبتسم اليوم. Don't forget to smile today. لا تنسى أن تبتسم اليوم. لا تنسى مني. Don't forget أن تبتسم to smile اليوم. Yes. لا تنسى أن تبتسم اليوم. Here we are. Lesson 3 done. Just keep repeating. Keep checking. Stand up in front of mirror and practice your Arabic. And listen to this video over and over and over again, please. All right then, we see you next time inshallah. But before you go, please press and subscribe to the channel if you haven't done so. And don't forget, if you can, please make donation to my charity, Helping Hands for Education.org. Details are set below the link. Those of you who have done so, mashallah, thank you so much. شكرا جزيلا جزاكم الله خيرا شكر الله لكم أحسن الله إليكم وأدخل السرور إلى قلوبكم مع السلامة إلى اللقاء في أمان الله.